اوهو ماما ماما، انت عامله لنا الشوربه بالخضار اللي انا بحبها. على فكره الشوربه ديت لما بشربها بحس ان عندي طاقه كبيره جدا، ده غير اني بحس اني مبسوط قوي يا ماما كمان. ايوه، في الهنا والشفاء يا حبيبي، اهم حاجه تبقى مبسوط. خليك زي ما انت هنا، خلي بالك من الشوربه. انا هروح اشوف استاذ سامح، هروح اشوفه وهجي لك تاني عشان كان عايزني. هي ماما لحظه، هو في حاجه ولا ايه؟ انت مالك شكلك متضايق قوي كده؟ على فكره دي مش من عادتك انك تبقى متضايقه بالشكل ده يا ماما. اسمع الكلام يا غوكو، خليك زي ما انت هنا يا حبيبي، اروح على طول وراجعه، اوعى تطلع من الكوخ، خليك زي ما انت، انا قلت لك يا غوكو. على فكره في حاجه انا مش عارف، انا ماما عمرها ما كانت متضايقه بالشكل دوت، انا متاكد ان في سر وكمان ماما مخبيه عني، عمرها ما كانت متضايقه كده. ماشي، انا لازم اراقب الموضوع، بس انا مش هينفع امشي ورا ماما، لازم الف من طريق تاني. وطبعا انا عارف المكان اللي بيقعد فيه استاذ سامح دايما. ايوه هو بيقعد هنا كده، ايوه هو دوت اهوت، انا متاكد ان ماما هتخش عليه دلوقتي. ايوه يا استاذ سامح، اتفضل، حضرتك كنت عايزني في حاجه؟ عايزك في حاجه؟ انت عارفه انا عايزك في ايه كويس؟ انت عارفه ان انت دمرتي لي النهارده 5 اطباق، وطبعا انا مرضاش بكده، وانت عارفه عقوبه ال5 اطباق عقوبتهم ايه؟ اكيد صح ولا لا؟ والله العظيم غصب عني والله العظيم يا استاذ سامح، انا ايديا بقت بتترعش علشان بدات اكبر في السن، بغير اني ضعيفه، وطبعا ضعيفه من قله الاكل مش اكتر، فايديا ما بقتش تقدر بتشيل الطبق، فغصب عني والله، فياريت بس تسامحني، سامحني ارجوك، سامحني يا استاذ سامح. مفيش مسامحه، وانت عارفه العقوبه، قولي اللي هي عقوبة لما تكسري طبق أو تكسري أي حاجة في المكان ده، عقوبتها إيه؟ ها؟ عقوبتها هي الألم، إن حضرتك هتديني بالألم على وشي. كويس إنك عارفة، بس على كل طبق ألم واحد، لكن أنت كسرت 5 أطباق يبقى هديكي 5 آلام. حاضر يا أستاذ سامح، أنا عارفة إن أكل العيش مر، اتفضل اديني 5 آلام على وشي. أيوة جدعة، يلا حضر لي وشك عشان اديله بالإقلام. 1 2 3. لا ماما، هي انت وقف وابعد عن ماما. غوكو انا مش قلت لك خليك هناك في الكوخ؟ اللي جابك هنا يا غوكو، انا اسفه، اتفضل دقيقه واحده بس، انا هخليه يمشي وتكمل تلطيش فيا، امشي يا غوكو. واضح ان ابنك هيطلع عنيد. واضح ان هو نسي نفسه، انت مش معرفاه نفسه ولا ايه؟ معلش يا استاذ سامح، ده عيل صغير، انا اسفه والله. اي ماما انا مش عيل صغير، وسعي كده علشان ما اسمحش ابدا ان هو يمد ايده عليكي طول ما انا موجود. واضح انك نسيت نفسك انك عبد عندي، وانكوا عبيد، انتوا خدامين، الناس الفقراء بيبقوا خدامين عند الاغنياء اللي زينا، وطبعا لما واحد فقير وعبد يتطاول باللسان على واحد غني عقوبته هي الموت. بس اقولك على حاجة، انا استمتعت وانا بضرب امك بالقلم على وشها. كانت حاجة كده بتبسطني قوي، وانا مبسوط وهفضل طول عمري مبسوط بالطريقة دي. صدقني هتندم على اللي انت بتقوله ده، هتندم ندم عمرك، واليوم اللي انت خدت فيه الفلوس دي كلها هتندم عليه. وطبعا انا غضبان قوي، غضبان جدا. اللي يمد ايده على ماما يبقى جه ميعاد موته. مستحيل، ايه اللي انا شفته ده؟ اللي حصل ده؟ اللي عملته ده يا غوكو؟ احنا دلوقتي كده هنروح في داهيه، لازم نمشي بسرعه من هنا، اكيد الشرطه هتيجي وتحبسنا. انت قتلته ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا اللي عملت كده في الراجل؟ هو ايه اللي حصل يا ماما عرفيني بسرعه ايه اللي حصل. واضح انك مش فاكر حاجه، واضح ان ده تحول من تحولاتك، بس انت بتبقى مش واعي وانت بتتحوله. او ماي جاد، هو انا قتلته كده؟ انا قتلته بالشكل ده؟ هي قوم اصحى ومسح، انا كنت هضربك بس ما كنتش عايز اموتك. هو انا عملت فيك ايه يا عم؟ انت قوم بالله عليك، ما تودنيش في داهيه. يا نهار ابيض، ده مات خالص والدم مغرق المكان يا ماما. بسرعه لازم نهرب من هنا، تعالى بسرعه معايا عمر، يلا لازم نهرب. حاضر يا ماما، حاضر جاي وراكي. هي هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا مش فاهم، انا كنت كويس جدا، انا فجاه بس حسيت ان انا اغمى عليا او اني نمت،
وفجأة لقيت نفسي بعد ما فتحت عيني لقيت نفسي قتلته. يا عم انت قوم بالله عليك، بالله عليك ما تعملناش مشكلة، قوم بقى ما تخلينيش اقضي طول حياتي هربان. يا عم انت قوم. يا نهار ابيض، لازم بسرعة اجري مع ماما دي واحدة. يا ماما يلا، واضح ان المكان دوت امان، واعتقد ان مش هنلاقي حد يجي علينا دلوقتي. هاي ماما، المكان دوت اعتقد انه امان عن بقية المدينة، وطبعا محدش هيدور علينا يعني عند اسطبل حسنة. انا ما كنتش عايزة ده يحصل ابدا، الاقي ابني قتل الراجل صاحب البيت. هاي ماما، تصدقيني غصب عني والله، انا ما اعرفش، لو انت شفت حاجة طب ما تحكيلي. لا يا حبيبي، انا ما شفتش حاجة، انت قتلته بس، انت قتلته فجأة، انا ما اعرفش ازاي انت مش فاكر. يا ماما انت قلت انت تحولت لهيئة معينة، انت ما تعرفيش طيب ايه شكل الهيئة اللي انا تحولت لها فجأة ديت؟ انا مش فاهم حاجة من كلامك، انت كل مرة ليه بكلام تاني؟ انت مخبية عني حاجة طيب؟ لا يا غوكو، مش مخبية عنك حاجة خالص يا حبيبي. المشكلة دلوقتي اللي احنا هناكل منين؟ انا معيش فلوس اجيب اكل ولا معانا اي حاجة خالص. ايه ماما، عايزك ما تضايقيش نفسك بقى، انا هتصرف، انا كده كده يعني انا هعرف يعني، ما تلاقيش، انا ولد والولد بيعرف يتصرف عن الست. لا عليك ما تخافيش. ورينا هتصرف ازاي، انا هو هتلاقيني قاعدة هنا، بس خد بالك على نفسك، اوعى حد يمسكك، علشان انا متاكده لحسن يكون بيدور علينا في المدينه. ماما محدش هيمسكني لان محدش شافني وانا بقتله اصلا، ما كانش في خدم هناك، والتاني حاجه ده راجل غني بس يعني مش اكتر، مش هو ملك المدينه ولا حاجه. ماشي يا عمر، وريني هتجيب اكل ازاي، انا بقيت ضعيفه جدا وجسمي بقى ضعيف جدا ومش عارفه هاكل منين، وانت ازاي هتاكل وتشرب. ماما عايزك بقى ما تفكريش فيا، انا هتصرف، يلا سلام. مش هينفع اقولك على اللي بيحصل لك لما بتغضب، انت بيبقى شكلك بتحول لغوكو القرد، وغوكو القرد اللي ما بيشوفش قدامه وبيقتل بكل دمويه، بيقتل بعدم رحمه، بتبقى قوته غير عاديه بجد، قوته ملهاش مثيل ابدا، ده ممكن يدمر مدينه كامله وهو مش واعي. بس اللي مستغرباله ان هو لما بيتحول كده بيبقى مش واعي خالص، ولما بيفوق وبيرجع على هيئته الطبيعية اللي هي هيئة غوكو مش بيفتكر حاجة. بس انا مش هينفع اقوله، مش هينفع اقوله علشان ما خوفوش على نفسه. فكر 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 يا عمر، ازاي هجيب اكل؟ بس الفكرة اللي مش معايا فلوس، الفكرة ان الفلوس هي اللي بتجيب هنا كل حاجة في المدينة، عمر ما حد هيديك حاجة ببلاش، لان هنا الاغنياء حرفيا بيدوسوا على الفقراء. فكر يا عمر فكر بالراحة، انا ما قداميش حل غير السرقة. انا هي بص يا عمر اقنع نفسك، هي ما اسمهاش سرقة، انا هستلف، ايوة انا هستلف الاكل لحد مدة قصيرة، واول ما يكون معايا فلوس هرجع الفلوس ديت للراجل، وهرجع حق الحاجة اللي هاخدها. بس برضو مش عارف، لا دي برضو اسمها سرقة، انا مش عارف بصراحة، بس انا مزنوق والمفروض ان انا وماما ناكل، انا اتحطيت في وضع غريب. طيب ما قداميش حل غير كده بصراحة، وبعد كده لما يكون معايا فلوس انا هرجع الفلوس تاني لصاحب المحل. يا ابني بالله عليك، انا مش بشحت منك ولا حاجة، انا كنت معايا قرشين وعايز اجيب بس اكل لعيالي، ما تبيعلي اي حاجة، انا مش هاخد الحاجة من غير فلوس يعني. قلت لك لا، ما بنبيعش هنا لشحاتين، انا لو بعت لك سمعة المكان هيبوظ، مش موافق طبعا، يلا اتفضل اطلع برا من غير ما ترد. يا ابني حرام عليك، ما انا زيك يا ابني، يعني مفيش فرق بيننا، انا من لحم ودم وانت من لحم ودم، كلنا مخلوقين من نفس الطينة. عدي بالراحة، عدي بالراحة يا عمر من غير ما حد يحس. ايوة تمام، انا لازم اجيب اكل لماما، اخد الشنطة ديت وحط هنا حتة بيتزا. ايوة تمام ماشي، حلو قوي، ولسه برضو عايز احط موز، واحط برضو تفاح، ايوة حلو جدا، واو، وهنا برضو كيس برضو دوريتوس، ايوة الدوريتوس علشان ماما ممكن تحبه. ايه هو ايه اللي بيحصل؟ برضو انت واضح انك ما بتفهمش، واضح ان عايزنا مد ايد عليك. اسمع انا صبري نفس معاك، تعال بقى علشان انا بصراحة اتخنقت منك، اطلع برا خد. عصعوصة رجلي، ليه كده؟ ليه عملت معايا كده؟ انا ما عملتش حاجة، حرام عليك ده ظلم. مفيش حاجة اسمها ظلم في المدينة، الغني يدوس على الفقير، امشي. هاي انت ما تضربش الراجل العجوز، انت ما بتفهمش حاجة في الاصول. اه ايه ده، وتطلع مين انت كمان؟ انا واحد فقير زيه، وبصراحة انت حلال فيك السرقة علشان انت مش كويس. وانت كنت هتسرقني، كنت هتسرقني صح؟ يبقى انا هموتك مع الراجل العجوز دوت، ومش هاخد فيكو ربع ساعة سجن، لان الدولة ما بتعترفش بالفقرة. الفقرة دايما بيبقى قلبهم ابيض ودايما بيبقوا طيبين،
وانا بكره الظلم، انا ما بحبش الظلم، وانا دلوقتي غضبان، غضبان قوي، غضبان قوي كمان. ايه هتعمل ايه؟ غضبان هتعمل ايه بقى؟ وريني نفسك. اوريك نفسي. حاضر. ده ايه اللي حصل ده؟ انا لساني وقف عن الكلام. الراجل مات. انت عملت ايه يا ولد؟ ها هو ايه اللي حصل؟ هي لا ما تقولش تاني بقى. هي انت راجل، انت قوم. انا كنت عايز اضربك، ما كنتش عايز اموتك. ايه الدم اللي مغرقك ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ بالله عليك قول لي ايه اللي حصل. هو انت مش عارف ايه اللي حصل؟ علشان خاطر ابعد عني. هي انا مش هأذيك، انا مش هأذيك، بالله عليك بس فهمني، عشان انا بقالي فتره كبيره عايز اعرف ايه اللي بيحصل لي. انا بغمض عيني فجاه افتح الاقي كل حاجه بتتغير، بعد كده الاقي اللي مضايقني مات. انا ما كنتش قصد اموته، بالله عليك فهمني. حرام بقى بجد، انا بجد بدات اتعب. انت يا ولد اتحولت لقرد مخيف. قرده شكلك اتغير 100 درجه علشان خاطر يسيبني. ولو عايز الفلوس اللي معايا خدها، انا كده كنت محوشهم. لو عايز الفلوس خدها، بس بالله عليك سيبني في حالي. صدقني انا مش هاذيك، واللي انت عايزه من المحل خده. صاحب المحل مات، هو بصراحه كان يستاهل، بس انا مش عايز اموته، انا بس كنت عايز اعاقبه بالضرب مش اكتر. انا همشي ومليش دعوه، بالله عليك سيبني. اه يا ضهري مش قادر اجري. ايه اللي حصل؟ انا بجد مش فاهم بجد بقى يا ملوك السعاده، هو ليه كل شويه واحد يموت فجاه؟ اول حاجه استاذ سامح دوت، ولا كان اسمه ايه الراجل الرخم اللي كان بيضرب ماما؟ والتاني حاجه الراجل بتاع السوبر ماركت. انا بسرعه لازم اخبيه. ايوه تعالى معايا بسرعه. يا نهار ابيض انت متغرق بالدم على الاخر. ايوه تعالى هنا كده بعيد، لازم اخليك بعيد عن انظار الناس علشان محدش يشوفك. ايوه خليك هنا. انا اسف والله، بس انا ما كنتش عايز اموتك. وتاني حاجه الشنطه ديت اللي انا عبيت فيها الاكل، هبقى اديك الحساب في القبر. يلا سلام. يا نهار ابيض اللي انا عملته دوت، اللي انت عملته ده يا غوكو. يا نهار ابيض امشي بسرعه، امشي. ان شاء الله ما حدش هياخد باله من الجثه، ان شاء الله ما حدش هياخد باله خالص ان هو ميت. يلا بسرعه لازم اودي الاكل لماما. انا متاكد ان ماما هتتبسط جدا بالاكل دوت، لان بقى لها كتير اصلا ما اكلتش اكل حلو. يلا 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 ماما 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 اخيرا جبت لك اكل. ماما 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 انت بخير؟ ماما قومي بالله عليكي. ماما 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 انت سامعاني؟ بالله عليك قومي. ماما ماما قومي بالله عليكي، سامعاني ولا لا؟ هي لازم، ايوه لازم بسرعه اوديها للدكتور. ايوه لازم بسرعه اوديها للدكتور، بس المشكله اني معيش فلوس. تعالي انا هبقى اتصرف. بالله عليكي يا ماما خليكي زي ما انت. بالله عليكي يا ماما، بالله عليكي اوعي تموتي، انا ما قداميش غيرك في الحياه ديت. يلا بسرعه يا غوكو لازم اوديها بسرعه للمستشفى. ماما زي ما انت بالله عليكي. هي دكتور، هي دكتور بسرعه. دكتور يا دكتور بالله عليك الحقني، ماما تعبانه، انا مش عارف ايه اللي حصل لها فجاه. نعم يا ولد عايز ايه؟ ماما بالله عليك ماما تعبانه، وفجاه لقيتها واقعه على الارض. بالله عليك عالجها، بالله عليك عرفني مالها، في ايه؟ معاك فلوس ولا لا؟ الصراحه احنا معيش جنيه، بس لما تعالجها انا ممكن اتصرف في فلوس، وصدقني بعد كده هدفع الفلوس اللي عليا. قلت لك ما بنعالجش ببلاش، وكده كده الفقراء مالهمش تامين عندنا. يلا اتفضل. انا غضبان جدا، يعني انا بقول لك بالله عليك وانت بتقول لي لا؟ انا غضبان على الاخر. بس ايه، امسك نفسك يا عمر، امسك نفسك، علشان في الاخر انا عارف، علشان لو انا غضبت فجاه هقفل عيني هفتحها هلاقي ميت زي كل اللي ماتوا. اهدى يا عمر، فكر ممكن اعمل ايه. خد يا ولد بسرعه، تعالى هنا. هي ايه ده؟ ايه يا دكتور؟ اتفضل. إيه نعم بالله عليك عالج لي ماما. عالجها لك بس اوعى تقول لحد اني انا عالجتها لك. تعالى معايا المستشفى دي. حاضر يلا. خليكي زي ما انت يا ماما، ان شاء الله هتبقى بخير، ان شاء الله ماما هتبقى بخير. بالله عليك يا دكتور طمني، بالله عليك يا دكتور طمني، عامله ايه دلوقتي؟ بعد اذنك اتفضل اطلع بره شويه بس لحد ما انا اشوف ايه اللي هيحصل. حاضر يا دكتور، مش هضايقك، انا مش هزعجه، انا هخليه يشتغل براحته، ان شاء الله ماما هتبقى بخير. لان هي لو ما بقتش بخير هتبقى مشكلة كبيرة جدا، أنا ماليش غير ماما، أنا ماليش في الدنيا ديت غير ماما بعد ربنا. طب أنا هعمل إيه لو حصل لها حاجة؟ إن شاء الله مش هيحصل لها حاجة، إن شاء الله مش هيحصل لها حاجة يا عمر، ما تبقاش كده بقى. الواحد لازم يتفائل، ما لو تشائمت الموضوع فعلا هيحصل اللي في دماغي هيحصل، وكل حاجة وحشة هتحصل لو الواحد تشائم. خليك كده عندك أمل وخليك متفائل. عمر إيه دكتور؟ نعم اتفضل. ايه هي عامله ايه دلوقتي؟ انا عايز اقول لك للاسف
إني مفيش أمل، مفيش أمل خالص. هي دلوقتي عايزاك علشان تقولك الكلمات الأخيرة. أنت تقصد يا دكتور يعني إيه كلماتها الأخيرة؟ ماما، ماما بالله عليكي مالك يا ماما؟ قومي قومي يا ماما، أنا ماليش غيرك في الدنيا. قومي يا ماما، قولي أنت عايزة تقولي لي إيه؟ طيب عايزة أقول لك كلمتين، عايزة أقول لك كلمتين يا عمر، لأن أنا خلاص أنا مش قادر أخد نفسي، أنا هموت وخلاص وأسيبك لوحدك في الدنيا ديت. عايزك تعرف إن أنا على طول حاسة بيك وعلى طول معاك، وخلي بالك من نفسك، حاول ما تأذيش حد بريء، اوعى تغضب، اوعى تغضب يا عمر ماشي، اوعى تغضب علشان خاطري، الغضب هيوديك في داهية وهيخليك تقتل ناس كتيرة قوي. مع السلامة يا حبيبي. أنا مش قادرة، حاسة إن أنا عايز أنام، أنام نوم ومش هصحى منه تاني. ماما يا ماما بالله عليكي بعد الشر، إن شاء الله هتقومي، إن شاء الله هتقومي وكمان هتبقي بخير. أنت حاسة بإيه طيب ماما؟ ماما يا ماما يا دكتور، هو إيه اللي حصل لماما يا دكتور؟ بالله عليك فهمني إيه اللي حصل لماما؟ البقاء لله، البقاء لله يا حبيبي، ربنا يصبرك. أنا والله حاولت أعمل اللي أنا أقدر عليه، وكمان أنا عالجتها من ورا المستشفى علشان ما يحصل إيش مشاكل. أعتقد أني كده أنا عملت اللي عليا. لو محتاج فلوس اتفضل خد القرشين دول لحد ما تلاقي شغل، اتفضل يا حبيبي. أنا مش عايز حاجة يا دكتور، أنا مش عايز حاجة غير أن ماما ترجع تاني. أنا عايز ماما يا دكتور، بالله عليك شوفها مالها، بالله عليك أنت أكيد بتضحك عليا. ماما أنت عايشة؟ ماما رد عليا، ماما ماما بالله عليك رد عليا ماما، انا ماليش حد غيرك في الدنيا ديت، بالله عليكي انا عايش لوحدي كده، انا كده مين اللي هيهتم بيا؟ بالله عليكي يا ماما، يا ماما بالله عليكي. بابا ماما بالله عليكي. هي واضح ان المكان دوت مهجور، وواضح انه مش بتاع حد، يعني اعتقد ان انا لو رحت نمت جوه انا بصراحه تعبان جدا وكمان هموت ونام. اعتقد ان البيت ده فاضي، واضح ان محدش بيجي هنا خالص، يعني ممكن اخد البيت دوت وخليه بتاعي. انا هنام هنا كده على جنب، انا هنام هنا كده واستنى النهار لما يطلع اشوف انا ممكن اعمل ايه. حاجه غريبه قوي لما اعيش من غير ماما، عمري ما جربت الاحساس دوت. يا عم ده انسان، بقول لك ده انسان، يعني شكله غلبان خالص وصغير، واضح انه قرفان من حياته. هو نايم بقاله قد ايه؟ ده مش حاسس باي حاجه خالص. هاي انت يا ولد انت، ايه اللي بيحصل؟ هاي انتوا مين يا عمي؟ صباح الخير، ده اسلوب تستقبلنا بيه؟ ايه لحظه، الودان دي كلها، ايه الودان دي كلها بجد؟ انت مين؟ معاك المعلم الخبير، مش مشاب ودان. ازيك يا ولد؟ شفت حتى هو اتخض من ودانك؟ انا بقول لك دي مش ودان طبيعيه، واضح ان كان حد بيشدها لك وانت صغير. ايه انا اسف، انا اسف، معلش انا اتخضيت، انا بس عشان لسه صاحي. ولا يهمك، انا بقى المعلم سنجوب. يا عيني واضح ان جايه منك طاقه بائسه جدا، انت بائس ليه كده يا ولد؟ ايوه طاقه غريبه كلها بأس، وفي نفس الوقت جواك طاقه رهيبه اوي. عندك حق، انا بائس على الاخر. انا ماما، ماما اللي كانت باقيالي في الدنيا ديت ماتت، وفعلا انا اعتبر حياتي وقفت بعد ما ماما مشيت، مش عارف اكمل عيشت ازاي، مش عارف اعيش ازاي بجد. اسمع اقول لك حكمه، حكمه حلوه جدا، لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. ستوب، ايه ده يا عم؟ ده لسه متفرج على كرتون سيمبا، ده لسه متفرج على ذا لاين كينج وبيقول لك الكلمتين دول. ما تسيبني اعمل نفسي فرحوس، ايه بتقول له؟ هكون مطاطه يا عم. ايوه ايوه هكون مطاطه. ايه ده، هو انت عارف فيلم ذا لاين كينج؟ انت كمان عارف فيلم سيمبا؟ ايه انت بتقول ايه؟ هو في حد ما يعرفش فيلم سيمبا؟ اكيد ايوه عارفه. وتاني حاجه ديت المصطلحات بتاعت الكرتون مش منك يعني. اكلك بقى وحش قوي يا سنجوم. ايه ده، انا حسيت للحظه اني غبي. طيب بص بقى، انت بتقول انك انت عندك طاقه بائسه، وانا حاسس ان جواك طاقه كبيره، ايه رايك نعلمك ازاي تتحكم بقوتك ديت؟ ايه لحظه بس، انت مش عارفك ازاي ان عندي قوه رهيبه؟ انا فعلا عندي قوه غريبه، فجاه فتح عيني الاقي اللي قدامي مات، اللي كان مضايقني يموت من غير اي سبب، مع اني ببقى مش فاكر حاجه خالص، وكمان ببقى مش قاصد ان اموته. الغاز
ما بحبش الألغاز، يعني إيه أنت مش واخد بالك إنك بتموته وأنت قافل عينيك؟ لا الصراحة بكون مش واعي، أنا بكون مش واعي خالص بأي حاجة أنا بعملها، يعني فجأة ممكن أغضب، بعد كده ألاقي نفسي كأنه أغمى عليا، أفتح عيني ألاقي اللي قدامي مات في لحظة، فاهم حاجة ولا لأ؟ أيوة، أنا فهمت يقصد إيه، فهمت الشاب دوت يقصد إيه، أنت بتبقى مش واعي. صح، بتعيد نفس الكلام اللي انا بقوله. ايوه مش واعي فعلا، عندك حق. خلاص، واحنا هنعلمك ازاي تتحكم بقوتك. قلت ايه؟ وهتبقى واعي كل ما تغضب، ونعلمك ازاي تتحكم في غضبك. والقوه دي ما ينفعش تبقى مع واحد عادي، لازم تستغلها وتقويها، وانا همرنك. المعلم مش ابو ودان، هيمرنك ازاي تستعملها، وساعتها تقدر تهدي على اي شرير يهجم على مدينة بروكيفن. ايه تتكلموا بجد؟ هتساعدوني ازاي اتحكم في قوتي؟ ايوه طبعا هنساعدك، احنا بنعرف نساعد الناس، وبالك احنا مدربين ابطال خارقين يعني. واو، شكرا ليكم بجد، شكرا ليكم. بس تقول ورايا، هكون ايه؟ هكون مطاطا. هكون ايه؟ هكون مطاطا. اخ يا لهوي على التخلف، واضح ان هبقى مع اتنين قبط على طول. اعتقد دلوقتي كده انك جاهز يا غوكو، وكمان ان هو عندك واضح انه سريع جدا، انت بتنمو بشكل رهيب. انا عايز اعيط، انا عايز اعيط جامد قوي، انا مش مصدق ان احنا ربيناه وعلمناه وكبرناه. ايه الاوفر ده؟ انت ليه هتحسسني انك بابا؟ شكرا ليكم بجد، انا مش عارف اقول لكم ايه، انا مبسوط على الاخر، انا حاسس ان انا بقيت اقوى بكتير، اقوى بكتير جدا. وريني دلوقتي كده هتعرف تتحول زي ما قلنا لك لغوكو القرد ولا لا؟ وريني، اتحكم في نفسك زي ما قلت لك، وتنفس اتنفس اتنفس يا غوكو. حاضر حاضر، هعمل زي ما انت قلتولي بالظبط. اوه خد نفس، ركز، اهدى اهدى على الاخر، ودلوقتي ايوه انا اتحولت، انا عرفت اتحول اهوت لغوكو القرد. واو، هيئه غير عاديه، ده تلاقيها سريعه جدا وقويه كمان. اعتقد ان انت كده دلوقتي تقدر تهدي على اي شرير. شكرا ليك يا معلم سنجوب، شكرا ليك يا معلم مشمش، انتوا الاتنين اللي وقفتوا معايا، انتوا الاتنين ساعدتوني ان اكون عندي القوه دي كلها، واعتقد ان انا فعلا هعرف انقذ المدينه من اي شرير يواجهها. ها عندي احساس غريب، في حاجه، في قوه مهوله جايه على كوكب الارض دلوقتي، السما بقت خضره، انا بقيت حاسس بقوه رهيبه. للاسف انا عرفت دي قوه مين، دي قوه فريزا، واضح انه بقى اقوى بكتير عن الاول، ده جولد فريزا يا مشمش. ايا كان مين فانا هعرف اقضي عليه، ما تخافوش. انت اللي لازم تاخد بالك، تاخد بالك كويس، لان فريزا مش سهل، فريزا مش سهل خالص. واضح انه بقى متطور اكتر عن الاول، وانت دلوقتي عندك كده قوة القرد، وانت برضه عندك تطور، فيا رب تعرف تواجهه. انا متأكد اني هعرف اقضي عليه. كوكب الارض كل مرة بيبقى اضعف من الاول، مش عارف ايه الفكرة، الكوكب ده بقى ممل قوي، واضح ان انا عايز ادمره واخلص منه، علشان كل لما اجي هنا اقول هيبقى في قوة جديدة ممكن اواجهها، لكن هم البشر العاديين. اي اوعى تستهين بالبشر العاديين خالص. امال استهين بمين؟ ها السرعة دي؟ خد. واضح انك ضعيف جدا وبطيء. واو سرعة رهيبة. تعالى. يعني يوم ما حارب واحد من السان يكون ضعيف بالشكل ده، ده انت بطيء جدا. ها كوكب تافه ما فيهوش ولا حد قوي، واضح ان مامتك كانت ضعيفة علشان كده تخلف واحد ضعيف زيك. ها انت جبت سيرة ماما؟ انا غضبان غضبان على الاخر، انا محدش يكي بسيرة ماما ابدا، اللي يغلط في ماما يبقى حكم على نفسه بالموت، وانت لازم دلوقتي تموت. خد. واو واضح فعلا ان في ناس قوية بعيدة عن كوكب الارض، وديت عقوبة اللي يجيب ماما على لسانه. واو حرفيا بجد هيئة غوكو القرد شكلها جامد جدا بجد يا ملوك السعادة، ايه رأيكم؟ اعتقد ان دلوقتي شكلي بالظبط نفس غوكو القرد، ولا انتوا شايفين ايه؟ مستني رأيكم تحت في الكومنتات، وبس كده، ويكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون الفيلم عجبكم، محدش فيكم ينسى اللايك بتاعه والاشتراك في القناة عشان نشوف كل فيديوهاتنا الجاية الجامدة، وطبعا يا ملوك السعادة أنا مش ناسي أسمائكم، هنقول 7 أسماء من جيش ملوك السعادة دلوقتي، ودلوقتي أول اسم معانا هو اسمه مينا، والتاني اسمه يامن، والتالت اسمه يوسف، ورابع اسم
اسمه أحمد، وخامس اسم مصطفى، وسادس اسم حسن، وسابع اسمه فهد. وسامحوني يا ملوك السعادة لو في حد اسمه مطلعش، صدقني اسمك هيطلع الفيديو اللي جاي. وصح يا ملوك السعادة، الأفكار أغلبيتها احنا بنجيبها من سيرفر الديسكورد، فيا ملوك السعادة اللي مش في سيرفر الديسكورد عندي استنى ايه، تعال انا احط لك لينك سيرفر الديسكورد تحت. عايز اقول لك اول ما تخش السيرفر هتلاقي هنا كده في شات اسمه شات الأفكار، ساعتها تقدر تكتب أفكارك كلها، وكمان يا عم لو عندك قصة قولها صدقني انا هعملها ومش هضايقك. هدفي ان اعمل كل افكار ملوك السعادة اللي هم عايزين نعملها. يلا وسلام.